السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذا المقادير راهم موجودين بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو. وصفة اليوم غراتان بالبطاطا واللحم المفروم. هذا الطبق يسمى أيضا أشي بارمونتيي، وكاين اللي يسموه أيضا باتي شينوا. هذا الطبق سهل التحضير، لذيذ، مغذي ويناسب كثيرا الأطفال. تقدروا تحضروه في كل فصل. سنبدا اولا في تحضير لابوري نتاع البطاطا، من بعد طهي اللحم المفروم، وفي الاخير التركيب والطهي. سنبدا مباشره الى كيفيه اعداد لابوري. بسم الله. ناخذ كيلو نتاع بطاطا، نقشروها، نغسلوها ونقطعوها قطع صغيره، وبطاطا اما تكون بيضاء او صفراء او مزيج الاثنين. غادي نوضعوها في طاجين ونزيدوا عليها الماء ونزيدوا عليها الملح ونخلوها على نار متوسطه الطيب، الملح على حسب ذوقكم، ونخلوها هنا طيب حتى نشوفوا الماء تبخر تماما على هذا الشكل، ولازم تفقدوها باش ما تنحرق لكمش. من بعد سنقوم بطحن البطاطا في طاحونه. وضعت في الطاجين الجبن وملعقه كبيره نتاع زبده او مارغرين، وزدت طحنت فوقهم هذيك البطاطا اللي طيبناها. من بعد غادي نزيدوا فوقها الحليب ساخن باش نساعدوا على هبوط هذه البطاطا الى الاسفل. بعد ما نطحنوها غادي نخلطوها قليلا باش الزبده تذوب والجبن ايضا يذوب. وتقدروا ايضا تزيدوا تميكسوها بالميكسر باش تكون عندها هيئه ملساء، ومن بعد نخلوها على جهه. سنمر الان الى اعداد الحشو. ناخذ بصله او بصلتين، نقطعوهم قطع صغيره وندعوهم في مقلاه مع زوج ملاعق كبار تاع زيت، ربع ملعقه ملح، ربع ملعقه فلفل اسود، ونغطوهم ونخلوهم يطيبوا على نار هاديه حتى يذوب البصل. من نشوفوا البصل ذاب غادي نزيدوا عليه 500 غرام نتاع لحم مفروم، ثاني كميه اللحم المفروم على حسب ذوقكم، ويكون متبل على طريقتكم. ونقعدوا هكاك نضغطوا عليه بواسطه الشوكه، وغادي نغطوه ونخلوه يطيب على نار اما هاديه او متوسطه. من نشوفوا هنايا اللحم تاعنا ها ولا طاب، غادي نعاودوا نضغطوا عليه بالشوكه باش نفتوه كامل. البصل مين يذوب وتزيدوا عليه اللحم المفروم يعطي بنه مليحه للحشو. بعد ما نضغطوا عليه كامل غادي نزيدوا عليه الطماطم حبه او اثنين، وغادي نضغطوا عليه ايضا بالشوكه ونغطوه ونخلوه يطيب على نار هاديه باش الطماطم ايضا تذوب. اولا الحشو تاعنا هنايا غادي نضغطوا عليه بالشوكه ونخلطوه مليح، وهنا لازم الماء اللي فيه يتبخر، ما لازمش يكون فيه الكثير من الماء. سنمر الان الى تركيب البلا نتاعنا. غادي ناخذ بلاطو ندهنوه بالزبده جيدا، وغادي نوضعوا نصف كميه لابوري تاع البطاطا، وغادي نعدلوها على جميع المساحه. يعني غادي نديروا طبقه تاع لابوري الحشو تاعنا من بعد الطبقه الاخرى تاع لابوري. الان سنضع الحشو فوق الطبقه الاولى تاع لابوري ونوزعوا على جميع المساحه. لازم يغطي جميع لابوري. من بعد نزيدوا الطبقه الثالثه اللي هي نتاع لابوري، ونعدلوها ايضا مليح على جميع المساحه. في الاخير غادي نوضعوا الجبن المبشور على جميع المساحه العلويه، يعني الكمية أيضا على حسب ذوقكم. وغادي نقوموا بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، يعني درجة حرارة عالية ما يعادل 400 درجة فارنهايت. من بعد نوضعوا بلاطو تاعنا في وسط الفرن
ونخلوه لمدة 15 أو 20 دقيقة أو حتى تشوفوه يتحمر مليح، يعني كلش راه طايب، فقط رانا محتاجين باش يتحمر لنا من الفوق. ها هو لهنايا كيفاش راه محمر، وهداك الجبن داب كامل. غادي نقطع لكم هنايا، راهي ساخنة يعني كي غادي تتفى شوية غادي تشد روحها، غاية مي تكون ساخنة تكون شوية طالقة روحها. يعني هذا الطبق هذا يناسب ايضا الاطفال، يحبوه كثيرا الاطفال. وشهية طيبة. بالنسبة لملاحظة اليوم تتعلق بلابوري، لابوري هنايا لازم انا ما عطيتكمش كمية تاع الحليب، لان كاين البطاطا اللي تمتص الكثير من الماء من الطيب، يعني من بعد كي تطحنوها تزيدوا لها كمية قليلة تاع الحليب وتتحصلوا على لابوري. لابوري لازم تكون كثيفة، يعني ما لازمش تكون جارية. وكاين تاني نوعية تاع بطاطا اللي ما تشربش الكثير من الماء، لكن تزيدوا لها الكثير من الحليب، لهذا ما عطيتكمش الكمية تاع الحليب، هي على حساب عينكم ميزانكم. والملاحظة الثانية، تقدروا أيضا وضع الجبن المبشور فوق طبقة الحشو، يعني مي توضعوا الحشو نتاع اللحم المفروم تزيدوا طبقة أخرى نتاع جبن مبشور، ومن بعد تزيدوا طبقة تاع لابوري والجبن المبشور من الفوق، يعني في الوسط باش مي تقسموا يكون هكاك الجبن باين. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.